دلوقتي وانا شغاله، بس اسمحي لي ايه هقول، احنا النهارده في موسم الفول الحراتي. يا جماعه اللي عايز يخزن فول حراتي يجيبه فريش، بيتباع دلوقتي وده الموسم بتاعه، وعشان تحتاجوه ممكن تحتاجوه في رمضان، وهنعمل بيه حاجات كتير حلوه قوي قوي، فرجاء اشتروه خزنوا منه. هنعمل طريقه تخزينه في حلقه تانية، هعمل لكم يوم كامل في اصناف خاصه بالفول الحراتي رائعه، بيتعمل منه مقلوبات ورز، يعني بيتعمل منه كمان كشري الفول الاخضر، بيبقى جميل بالرز روعه، بنعمل منه مقلوبه، بنعمل منه اصناف رائعه، وبنعمل منه كمان تغميسات في رمضان يعني كفول. النهارده هعمل منه شويه فول جنب الطعميه دي. بصوا بقى، هنزل المقادير وهوريكم الطعميه بعد ما اخدت الايه اللون الحلو ده. بصوا اهو، ادي الطعميه شوفوها، هنطلعها دلوقتي وهنصب كمان مع بعض الايه حمص الشام. تعالوا نقول عندي فول حراتي على حسب الكميه اللي حضراتكم عايزينها، عندي معلقتين من الرز، دول اختياري، حابين تضيفوهم ماشي، مش عايزين مش مهم، ممكن من غير. طيب عندي لتر من عصير الطماطم، معلقتين صلصه، قرنين فلفل حلوين بقى، بصلايه وشويه ثوم، كزبره خضراء، عندكم كرات يبقى جميل، عندكم شويه نعناع يبقى روعه، نعناع اخضر زي ما احنا جايبين كده، شويه نعناع حلوين. طيب انا بسخن هنا قوي، عايزه اديها بس لون شويه الطعميه، ايه رايكم؟ فكروني بيها؟ طيب ماشي، فكروني بيها. سامعاني؟ بتك على السين. طيب يا حبيبي اهو انا زودت حاجه بسيطه، يلا بينا نبدا هنا ناخد شويه زيت. بسم الله. اللي بيتباع دلوقتي مجمد وبيبقى غالي شويه، فاحنا ايه؟ احنا نقدر نجيبه في الموسم بتاعه، اسمه اخضر واحنا عاملينه في الموسم وجميل. نعمل منه كمان طعميه حلوه، عايزه اقول لكم بتتعمل معاها هي والبسله، بيبقوا الاثنين مع بعض في الكب، بس يبقى الخليط خشن شويه، حاجات اجنبيه قوي بس ادوقوا طعمه حاجه تانية. هناخد كده ايه، عايزه اقول لكم الفول الحراتي ده الناس اللي عندهم انيميا ده اكتر حاجه بتساعد على انتاج الهيموجلوبين في الدم، لانه هو ده اللي بيبعت الاكسجين لكل خلايا الجسم. تعالوا ناخد الكرات، وبيعزز المناعه جدا. بصوا شويه كرات، وادي شويه ثوم، بصوا عايزه اقول لكم مليان بمضادات الاكسده، كل الفيروسات والبكتيريا بيكافحها. بصوا حلو جدا لصحه العظم كمان. هاخد رشه بقى من الملح والفلفل، يعني بصوا الطاجن ده مع شويه طعميه حلوين، يعني تكاد تكون نسبه الزيت فيها قليله، الدنيا هتبقى جميله جدا. هنعمل جنبها شوية سلطة كده حلوة برضو، يا رب الوقت بس يكفينا نعملها حلو. سلطة خفيفة، عندكم طحينة وعندكم شوية زبادي، اعملوا طحينة بالزبادي. بصوا بنشوح التشويحة الحلوة دي مع رشة ملح وفلفل، حطيت الثوم، رشة من الكزبرة الجافة عندي. حاضر يا حبايبي، هاخد رشة بسيطة بس بابريكا، مش هحط الباقي دلوقتي إلا مع الصلصة خلاص. وعندي هاخد ده، مش هقطع النعناع قبل وضعه، بس مكعب المرق الخضار، مرق خضار، مرق الخضار ده روعة. بصوا وهبدأ أضيف الفول الأخضر. الفول ده ليه مرحلتين، لو نزل في مية سخنة وطلع تقدروا تقشروا الغلاف الخارجي، بس عايزة أقول لكم أصلا هو بيتاكل كده عشان فوايده، في ناس بتاكله كده مع الجبنة، بتحطه كده اخضر ويفصصوه يتاكل كده اخضر. بصوا واحده هربانه هنلحقها، ونحط بقى عليهم شويه الخضره. ايوه كده، ايوه كده، هو ده الكلام كده، الطعميه تمام. بسم الله، يلا بقى حمرشت. حمشت شويه. شويه كزبره خضراء كده لونها بقى احلى، شوفوا الجمال، الله. هنشيل بقى ده، رشة بسيطة بسيطة من الكمون، خفيفة قوي ما تكترهوش، هقلب كده تقليبة حلوة. عايزة اقول لكم الفلسطينيين بيعملوه بالكفر بتاعه، يعني بنفتحه زي الفاصوليا الخضراء كده ونشيل الخيط ويتقص ويتعمل بالسماء، ليه طريقة جميلة جدا. تحية لكل اهل فلسطين، ومن ضمنهم اصدقائي طنط عنونة وريهام ورشا وكل أصدقاء الطفولة، يعني كانوا بيجوا في الأجازات بننتظر أجازتهم بفارغ الصبر عشان نلتقي في الأجازة مع بعض. طيب هبدأ أنزل كده
شويه من عصير الطماطم. طماطم جميله اليومين دول، حلوه قوي، تقدروا تخزنوا منها، رائعه، عامله زي التفاح. يعني محمد جاب لي شويه طماطم كانت بالظبط تفاح مش طماطم. هنعمل كده بس شويه. بصوا شايفين اللون على فكره، ده طماطم ما فيش عليها اي حاجه، دي طماطم يعني حمراء جميله اهي. هنسيبها بس تغلي غلوه، وانا هحتاج معلش اخد معلقه سكر صغنونه عشان الحموض اهي، ربع معلقه سكر. الفول ده ممكن نعمله مقشور يا ندى، عشان كده انا قلت نعمل ايه في الفول. يعني انا شخصيا اخد الفول ده بنزله في ميه سخنه وعصير ليمون زي ما عملنا في البسله بالجزر لما جينا نخزنها امبارح، وبعدين بطلعه انزله في ميه ساقعه، خلاص بوقف تسويته. القشره بتبقى سهله ان انا اضغط عليها اطلعها، يبقى فول مقشور. يبقى انا خدت القلب اللي جوه الفوله وسبت الكفر الخارجي لو هيتعب بعض الناس في انهم ياكلوه. ما هو القشر، ما احنا اتفقنا دلوقتي في انواع فول مقشور، احنا نقدر نتحايل يا اما هنعمل الفول. اصل انت صعب ان انت تعملي الفول بتاعنا البلدي تشيلي تخلي قشرته، الا الناس اللي بتطحنه، فبتطحنه بالقشر وبعدين تصفيه، صح؟ هي دي المرحله الوحيده انك تصفيه. بس بالنسبه للفول بتاعنا، بصوا بقى الخليط بقى عامل ازاي، جميل ازاي الحمص اهو، الريحه طبعا روعه. احنا دقنا الحاجات بتاعته، الله، حطيت رشه السكر طبعا. هنا بقى هاخد كام وحده نعناع، بس اسمحوا لي كام ورقه بس احطهم ايه مع الخليط بتاعنا بتاع الفول، عشان ايه الورقه بس. هنعمل الصوص بتاع الفلافل اهو، حبه كده حلوين. النعناع الاخضر ده رائع، لا والله انتوا ضحكتوا عليا. يا سبحان الله، الوقت بيعدي معاكم بسرعه يا ولاد. الاوقات الحلوه معضوضه. ده بقى بيزيل الاحتقان بتاع الانف والحلق، النعناع الاخضر ده كمية بقى بيحتوي على مضادات للبكتيريا. عايزة أقول لكم ده بيساعد على تحفيز كمان إفراز إنزيمات الهضم، عشان كده أقول لك إيه حلو للمعدة. وعايزة أقول لكم كمان من الحاجات اللي بتمتص المعادن وال المعادن من الجسم، ويعني بيخف شوية من أعراض القولون العصبي. بصوا كده ممكن نزود شويه ميه صغيرين سخنين، هنحطه في طاجن ممكن في الفرن شويه. عايزين بقى تدخلوه الفرن، عايزين تسيبوه. انا هنقل دلوقتي النار، اسمحوا لي بقى هرفع ده.